مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد بإذن الله، أجواء مشمسة على العموم ربيعية، هذا على كل المناطق الشمالية مع نشاط خلايا رعدية منعزلة ابتداء من الظهيرة دائما نحو كل الهضاب العليا ومنطقة الأوراس. ستكون الرياح قوية نحو كل الهضاب العليا والأوراس، تعمل على تطاير الرمال، بإمكان هذه الرمال أن تتصاعد إلى غاية السواحل الوسطى وحتى الشرقية. أما جنوبا الأجواء ستكون مشمسة على العموم عدا بعض الخلايا الرعدية الموسمية التي ستخص مناطق الجنوب الصحراء الوسطى تمتد إلى غاية منطقة الواحات، كما ستنشط زوابع رملية على كافة شمال الصحراء والجنوب الغربي من جراء هبوب رياح قوية نسبيا. عن درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 19 أو ما بين 18 إلى 22 درجة بكل المناطق الشمالية، تكون مرتفعة خاصة بالمناطق الشرقية في حدود 30 إلى 31 درجة بشمال الصحراء والجنوب الشرقي، 23 درجة بالثورات، لن تتعدى 19 فقط بتندوف، ترتفع إلى 34 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. أما فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد بإذن الله ستكون معتدلة نحو المناطق الساحلية، مقاييس ما بين 25 إلى 28 درجة، ترتفع وتكون حارة نسبيا نحو المناطق الداخلية من بين 31 إلى 35 درجة ببسكرة بالواد بالمغير ولاد جلال، كذلك بجانات 44 درجة بإليزي، 36 درجة فقط ببشار وتندوف، وترتفع إلى 46 درجة بالصحراء الوسطى إلى غاية 47 درجة نحو أقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري يوم الغد، البحر بإذن الله سيكون قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة مضطرب بسواحل الغربية، رياح معتدلة ضمن تيارات جنوبية غربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة، إذن يوم الثلاثاء مساحة الأرصاد الجوية ترتقب سحب عابرة على كل المناطق الشمالية مرفوقة بأمطار رعدية، هذه الأمطار الرعدية ستنتقل تدريجيا نحو المناطق الشرقية خلال أواخر النهار، بينما المناطق الجنوبية ستبقى تشهد أجواء مشمسة على العموم رغم تشكل بعض السحب التي ستكون بدون فعالية على الواحات، كذلك الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، رياح قوية نسبية نحو شمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي، تكون مرفوقة بنشاط زوابع رملية، درجات الحرارة تبقى معتدلة على السواحل، تعرف بعض التراجع خاصة نحو السواحل الغربية، مقاييس بين 22 إلى 26 درجة بالسواحل، ترتفع بالهضاب العليا والمناطق الداخلية في حدود 35 درجة، وتبقى دائما مستقرة بالصحراء الوسطى وخاصة حارة بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الأربعاء بإذن الله، مساحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما طقس ثقيل، أجواء مغشاة على كل المناطق الشمالية مرفوقة ببعض الأمطار التي ستكون رعدية نحو الهضاب العليا والأوراس، مرفوقة هنا بهبوب رياح قوية نسبيا، رياح قوية أيضا بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي، نفس الوضعية الجوية بالمناطق الجنوبية، درجة الحرارة أيضا تبقى مستقرة على العموم ولو ستعرف درجة أو ارتفاع طفيف يوم الخميس بحول الله، عودة التحسن من جديد على المناطق الغربية ثم تليها الوسطى فالشرقية، تبقى خلايا رعدية منعزلة بالهضاب العليا، نفس الأجواء بالنسبة للمناطق الجنوبية مع درجات حرارة تبقى تعرف ارتفاع تدريجيا. نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة وضواحيها، وقت الشروق سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و 28 دقيقة، والغروب على الساعة 8 مساء و 7 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.